وثائرات اليمن في مختلف ساحات الحرية وميادين التغيير، جمعت شهداء الكرامة، إن على دربكم سائرون. الثوار أكدوا تمسكهم بمشروع التغيير الشامل وحمايتهم لمكتسبات ثورة الشعب السلمية، وهتف الثوار للحرية والعدالة وتعزيز ثقافة الحوار والشراكة الوطنية، وشددوا على ضرورة القصاص من القتلة وسريان القانون على المخربين والعابثين بأمن الوطن. وأكد الثوار أن شهداء جمعة الكرامة هم القادة الحقيقيون، حيث جمعوا اليمنيين قبل عامين على الثورة وإسقاط النظام، واليوم يجمعون الشعب على الحوار والعبور إلى اليمن الجديد وبناء دولة المواطنة والحكم الرشيد. إلى ذلك جدد ثوار وثائرات اليمن المطالبة برفع قانون الحصانة الممنوح للمخلوع ورموز نظامه الذين أجرموا بحق الشعب اليمني، حتى يتسنى محاكمتهم وإنفاذ العدالة فيهم. نتابع. مطلبنا هو ما زال مطلبنا منذ أن حدثت هذه المجزرة، محاكمة القتلة، محاكمة عادلة، وأخذ القصاص لهؤلاء المجرمين الذين أجرموا في حق الثوار. في اعتقادي أنه إذا لم نصل إلى نتائج فيما يتعلق بمجزرة جمعة الكرامة، فإن ثغرة كبيرة ستظل مفتوحة في تاريخ اليمن المعاصر، وبالتالي يجب الانتهاء من هذا الأمر بالطرق القانونية والشرعية. وإحنا كأسر الشهداء نقول أننا لابد من محاكمتهم حتى تتحقق الدولة المدنية الحديثة. الدولة المدنية الحديثة أساسها أن توجد عدالة، أن توجد حقوق، أن توجد المواطنة المتساوية للجميع. فنحن نقول أعمال مضت وحتى الآن لم يتم تقديم القتلى الحقيقيون إلى القضاء. إن شاء الله نحن يعني أسر الشهداء أن يأخذوا بحقهم، يأخذوا الدم عاقلا أم آجلا. بالنسبة للقتلى إن شاء الله لن يفلتوا من العقاب، وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى، والله لا يخيب وعده.